الراس. مليان مطردين مليان. متواجدين مجموعة من النشطاء اللي تلاقينا بساحة التحرير، متواجدين من يوم 25 تشرين. هاي ساحة التحرير هي موجودة انه في الاحتجاج راح يكون الموجود بساحة التحرير هو احتجاج سلمي. فالماراثون هو نوع من انواع الاحتجاج السلمي المتواجد. مثل ما انت تعرف ومثل ما شفت انه ساحة التحرير هي بها اكثر انواع الاحتجاج، اللي يتمثل بالرسم واللي يتمثل بالاغاني واللي يتمثل بالرقص واللي يتمثل بكل شيء. فهذا نوع من الاحتجاج اللي حبينا نسويه هو احتجاج رياضي يوصل صوتنا، هو دعم للمتظاهرين الموجودين بالساحة. بعد انتهاء الماراثون المتسابقين راح يتوجهون للساحة، إضافة إلى ذلك أن المتسابقين من راح يبدون السباق راح يرتدون كمامة، وهو نوع من الاحتجاج السلمي. التسجيل بعده مستمر، حاليا موجود تقريبا 150 شخص وراح قابل للزيادة، يعني احنا متوقعين يكون من 400 إلى 500 شخص. هو مثل ما قلت لك احنا نشطاء نسوي هذا الشيء، فاحنا فما نمتلك أي جوائز، احنا نسوي بجهود ذاتية. فهو نوع من الاحتجاج السلمي قلت لك، من اللي هو نريد نوصل صوت، اللي هو ما بي أي غاية، يعني ما بي غالية مادية أو شيء، فاحنا حابين إنه لا ما بي أي جوائز يعني. احنا كشباب معتصمين من يوم 25 سوينا هذا الماراثون كاحتجاج سلمي عن اعتصامنا اللي موجود بساحة التحرير. صراحة من يوم 25 احنا بالشهر موجودين داخل ساحة التحرير، وحاليا اليوم يعني يوم 23 سوينا هذا الماراثون كاحتجاج سلمي عن الاعتصام الموجود داخل ساحة التحرير. طبعا الماراثون بجهود شباب معتصمين موجودين داخل ساحة التحرير، فحبينا احنا يعني كنا متواجدين هناك فسوينا الاعتصام عفوا فسوينا الماراثون هذا يعني بجهودنا احنا كمعتصمين. اكيد احنا بعد انتهاء الماراثون راح يكون انه توجهنا لساحة التحرير، يعني والغايه من هذا الماراثون هو لتحشيد الناس يكونون متواجدين داخل ساحة التحرير. احنا مجموعه من الشباب كنا ناشطين، قررنا انه نسوي في الطريقه احتجاجيه يمكن شويه خارجه عن المالوف. بالتحرير شفنا هواه طرق احتجاجيه، رسمنا لوننا وزرعنا ورد وزعنا ورد، لكن احنا اليوم نعرف انه الماراثونات من بدات اول مره هي كانت لاجل السلام، للوصول الى السلام. فحاليا احنا ان شاء الله بهذا التجمع اللطيف نقدر نركض للسلام. مسار الماراثون راح يكون هو على شارع ابو نؤاس، بعيدا شويه مسافه عن جسر الجمهوريه لحد ساحه فندق عشتار، والرجوع اربع مرات لانه يعني ماراثون للفرح ما بفائز، بس الهدف من عنده المشاركه. حاليا بعد ما وصل العدد النهائي، بس اقدر اقول لك انه احنا تقريبا وصلنا ل 50 75 واحد حاليا بالتسجيل، وان شاء الله بعد منتظرين الكل يشاركون بهذا الماراثون. Thank you.
أول غاية والفكرة المشاركة مع المعتصمين، وإن شاء الله نحو التغيير لا تغيير النظام، وهذا نهدي الماراثون وهو بدون جوائز، ولكن نحب مشاركة الماراثون مثل بقية الفنانين أو الرسامين، ونهدي هذا الماراثون إلى شهداء العراق جميعا إن شاء الله، وإن شاء الله العراق الأحسن، وإن شاء الله التغيير. نبقى في ساحة التحرير مشاركة أخواننا المعتصمين، وإن شاء الله نحقق المطالب، مطالب المظلومين إن شاء الله. والله الفكرة حلوة، وأريد أن نوصل صوتنا للحكومة. يعني احنا هيك يعني نحب البلد ونحب هاي السوالف ونحب الحياة زين. يعني هاي كل الرياضيين، كل الناس همين، يعني مو بس للرياضيين همين زين. هاي رسالة للحكومة، يعني كافي أذيتونا والله العظيم، بس احنا اذا نحاول بقدر الامكان بالرسم بالرياضة نرتب الاماكن التنظيف كله على مود نوصل لهم رسالة انه احنا احسن منهم زين وانظف منهم، واحنا هيك نريد نعيش البلد، مو بالصورة اللي تريدوها، مو بالوحشية اللي تريدوها، مو بقتل والدماء والقمع للشباب، بالعكس مفروض تدعمونه. يعني والله تقريبا يعني اكثر شيء يعني 700 800 هيك شيء من الشباب والبنات. هناك جوائز هو يعني تعبير عن والله هو لا تعبير يعني وش اسمه مشاركة حلوة، لانه هو ما صار يعني المشاركة مجانا، وهذه تفهمني فيعني بس يعني للونسة شلون نقول، بس للرسالة نوصلها هيك. الغاية انه هو سلمية، احنا سلميين، احنا بساحة التحرير من يوم 25 لحد هسه، وراح نبقى لحد ما تتحقق المطالب. هاي الكمامة رمز للناس اللي ماتت، هذا الماراثون اصلا سلمي رمز للناس اللي ماتوا وللناس اللي بعدهم بالتحرير موجودين. احنا بدنا نرفع من معنوياتهم، نرفع من الأولوية اللي موجودة بالعراق بهالبلد هذا، اللي نكون بيد واحدة وطن واحد، طلاب كليتنا طالعين، طلاب كلية كليتنا طالعين حتى نساند أخوتنا بالتحرير. نحتاج دعم من كل الجهات، نحتاج الناس تسمعنا توصل صوتنا بكل الطرق، فيسبوك انستغرام تلفزيون، نحتاج ناس توصل صوتنا الحقيقي وليس صور مفبركة أو أشياء غير حقيقية عن الواقع. هذا واقع، نحن سلميين لازم نغير بس العلم، كل شيء ما عندنا لا أبد، بالعكس إحنا بدنا نرفع معنويات بعض، ما نحتاج لا جائزة ولا قيمة ولا أي شيء. أكيد إحنا كل يوم نجي حتى ننظف وحتى نجيب مساعدات نساعد أخواتنا بالتحرير، ما نعرفهم بحدهم، نصبح وليل موجودين. تعال تعال، أنا طاقة جدا بالملعب وتعال.
الماراثون انا مشارك فيه، دعوه اجتني من خلال الاخوان بانه اكو ماراثون، والهدف من عنده ايصال رساله سلميه لكل العالم بان شباب التحرير هم شباب الحياه، وكل ما هنالك يحتاجون الى وطن. الغايه من خروجنا والغايه من طلبنا، احنا نريد قضيتين رئيسيتين. الوطن ما ينبني اذا ماكو قانون. القوانين الموضوعه من سنه 1959 و68 والتعديلات عليها بال69 والثمانينات وال2003، هذه كلها القوانين التي وضعت كانت الغايه منها هدف السلطه، حمايه السلطه على حساب الشعب. والنتائج النهائيه هذا العراق الان وصل الى درجه انه ماكو وطن، عراق بدون وطن. العراقي في اي بلد في العالم ما يحس عنده وطن، العراقي في داخل بلده ما يحس بان عنده وطن. نحتاج الى مو تعديل وانما تغيير جميع القوانين والدستور العراقي باكمله، والذي يضع يعدل الدستور او يضع القوانين يجب ان يكون اساتذه مختصين بالجامعات العراقيه، يعني درجات البروفيسور والاستاذيه المساعده، يعني البروفيسور هو الذي يجب ان يكون واضع للقانون العراقي. هذا الجانب الاول من حيث القانون، كل مواطن له حقوق وعليه واجبات. الضمان الاجتماعي المفقود في بلدنا انه لا سكن، لا عمل، لا ضمان صحي، لا حريه راي، لا حريه تعبير، لا حريه معتقد، هذه كلها احنا نحتاجها كشباب. فاغلب الشباب العراقي التجا الى اللجوء في دول الخارج، ليش؟ لا مجرد تعبير عن صرختنا للحريه. نريد وطن، هذا ماراثوننا، احنا نريد وطن. احنا كمتظاهرين، كثوار، شو تريد تسمينا سمينا، احنا نريد وطن، مواطنين بلا وطن. احنا بالتحرير، احنا تواجدنا بالتحرير بالاصل، انا عن نفسي اتكلم، انا بالتحرير بالاصل، والغايه والهدف هو هذا الطفل. انا رايد وطن لهذا الطفل مو بس الي. المتظاهرين حتى يعرفون انه احنا يعني سلميين، ما عندنا شيء، مو بس المتظاهرين، الدولة حتى تعرف انه احنا سلميين وما عندنا شيء. طبعا فشي كلش حلو ماراثون شباب التحرير، زين، وهذا الشيء طبعا كلش احبه. انا شفت بالتحرير واجيت شفت هاي المشاركة الحلوة، حبيت اشارك. والله ما شاء الله يعني كلش عدد هواية، زين، ويا ريت بعد اكثر يتطور وبالذات النساء.
غايتنا الماراثون توصيل رسالة للحكومة، يعني ملينا من ساحة التحرير الناشدهم، من كل الجسور الناشدهم، ما حد يستقبل من هذا خلال الماراثون، نريد الناشدهم، يعني احنا ما نريد، نريد البلد يتحرر من هاي الزمر دمرت البلد، تضامنا مع شهداء التحرير وجرحى التحرير. شموسه غلبتني. اليوم شاركت ماراثون، خلصت الفايتين. هو هذا الماراثون يعني هو صح قصير المسافه، بس هو هذا يمثل رساله سلام، واللي ندعم شباب التحرير ونحاول نساعد قد ما نقدر. ويعني قد ما هوايه مشاركين من كل الجنسين، رجال ونساء. هو هذا يعني يمثل يعني شلون رساله سلام، واحنا الشباب نشارك به حتى ندعم اصدقائنا واخواننا في ساحه التحرير، ندعم باي طريقه، واتمنى ان ساعدناهم، وكانت هاي يعني رساله جيده. بطل بطل بطل. والله هو كان الماراثون هو مجرد مشاركة، هو كان مجرد مشاركة وبدون يعني جوائز ولا شيء ولا أي حافز إنه يدعمنا إنه نشارك، بس هو كان وقوفا وتضامنا مع المتظاهرين، بحيث المشاركين أثناء الماراثون كانوا لابسين كمامة حتى يوصلون للعالم إنه العراق جاي يختنق بالغاز المسيل للدموع وبالغاز الفلفل وغاز السي إس والسي آر. واحنا انا كانسان متظاهر من يوم 25 بشهر هنا، احنا بيتنا قريب مو بعيد، بس نجي هنا يوميا نشارك بين المتظاهرين، وكان تضامنا وين المتظاهرين اللي موجودين داخل ساحه التحرير. ماراثون شباب التحرير كلنا قادة. هاي الماراثون صار تطوعي، صار هو دعم للمظاهرات اللي بدأت يوم 25 كانت وما زالت سلمية. هذا الماراثون صار لا بجوائز ولا شيء، وإنما كل المشتركين به هو عبارة عن متطوعين إسناداً للشباب التحرير اللي باقين هنا. نحب نوصل رسالتنا ودعمنا لكل المتظاهرين، مثل ما قلنا المظاهرات كانت سلمية وحتبقى سلمية. أنا أصغر طفل، أصغر طفل شاركت ماراثون، والماراثون كلش حلو للفن والسلام والحب. هو
هاي أول مرة أشارك بالماراثون صراحة، ويعني إن شاء الله مو آخر مرة. صراحة تجربة كلش حلوة، الجو كلش يساعد، ويعني أجواء كلش لطيفة من ضمن الشباب اللي يشجع واللي يعطي مي، والسيارات هما كانت مشاركتهم لطيفة، إنه يعني اللي يصبقون الهورنات وإلى، فإنه إن شاء الله مو الأخيرة. طبعاً الماراثون هو ماراثون خيري مثل ما معروف، فهي دعم للمتظاهرين، ويعني إثبات إنه هي مظاهرة سلمية تماماً. شباب عراقيين 100%، ماكو مندسين، مجرد شباب يردون وطن ويردون يبينون للعالم انه احنا سلميين واحنا نطالب بحقنا، وهاي طريقتنا انه احنا نطالب بحقنا بدون عنف، بدون اتجاه لاي مسالك ثانيه. طبعا الغايه من هاي الفكره، الماراثونات السابقه، انا هاي اول مره صحيح، بس الماراثونات السابقه لاحظتها هو مجرد اليلق والرقم. هالماراثون يعني اثبات انه هو المتظاهرين تماما. بالتحرير اول ما تفوت يرغبون عليك البس كمامه حماية لصحتك، انه هم واحد يدعم الثاني. فهاي الكمامة دش التمثيل للناس اللي دي خاطرون بحياتهم على مودة وعلى مود وطنة، انه هاي الهم، انه احنا هذا الماراثون الكم دنطي، ان التعبير عن العراقيين شباب العراقيين انه احنا وياكم بس الطريقة ثانية. كنساء بهذا الماراثون ردا نشارك المتظاهرين ونقدم لهم الدعم المعنوي ككادر نسوي، ونقدم الدعم للمتظاهرين بساحة التحرير ولكل ساحات المظاهرات بالعراق. Thank you.
يا مركز وين المفروض بيتها بس يرجع لي.